الأهلي على بعد خطوة واحدة من التتويج بالنجمة الرابعة عشر من بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة بمواجهة سموحة في ختام النسخة رقم 38 من البطولة القارية. انتظروا الاستوديو التحليلي للمباراة مع نجوم الأهلي الدكتور فؤاد عبد السلام، الكابتن نور عطيه، والكابتن هاني مصلحي، بصحبة الكابتن خالد العوضي. اليوم 4:00 عصرا على قناة الأهلي.